سنتر فيرود اتاكينج وسترايكر بيعمل محطه. يعني مش عايزين ننسى ان ملك ايفونا ده من عندهم بالظبط، فهم بيبقى عندهم ساعات طفره كده في بعض اللاعبين، بس بيبقى مش على الشكل الجماعي الحقيقه، على الشكل اللي هو الخطف على الكونتر اتاك. على النهارده هيلعبوا على ملعب هم اعتقد مش كتير قوي بيلعبوا على ملاعب زي دي، غير لما بيروحوا يلعبوا الوداد او بيروحوا يلعبوا النجم الساحلي او اي حد، بيبدعوا اصلا هناك وبيقدروا يعملوا مساحات وبيخضوا اساسا لوحده. فشكل الاستاد هنا برضو مش هيخضهم اكتر ما هم فرحانين، وجهازهم الفني الحقيقه بيبقى سعيد ان هو بيلعب قدام فرقه كبيره زي دي. اكيد الاهلي نزل. اكيد نزل البوادر ابتدت. الشناوي واكرامي وكل الناس موجوده باذن الله. بس انا عايز اقول لك ان الحكايه مش تخض، الحكايه عايزها التزام شويه في الاول، اللي هو في اول 10 15 20 دقيقه، انك انت بتعرف تعمل الحاله انا المسيطر، انا صاحب القرار. عشان كده كنت عايز اكمل لك الجمله اللي هي بتاعت حسام عاشور وعمرو السوليه. هم اساس المتر بتاعنا النهارده. تمام. الناس كلها باصه لاجاييه ازاي هيخلص، ازارو ازاي، انما الدافع الاستحواذ الدائري اللي هيبقى موجود على كل هجمه بتخفق من عندنا او بيطفشوها، لازم نلاقي اثنين ثوابت عندنا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، حتى الاطراف بتاعتنا لازم تبقى متقاربه جدا من ناحيه الهجوم ومن ناحيه الدفاع. طبعا انا مش هبلغ واقول، ولا كلنا احنا الثلاثه عارفين ان ممنوع يخش فينا اهداف النهارده. اكيد ان شاء الله. قصه هدف يعني بتدخلك في دوامه عدم التركيز، بتخفضك نص لعبك، بتخليك بتجري بقى بتجري اكنك بتلعب، هم ما يعرفوش عنك حاجه غير سمعه. احنا لما كنا بنلعب اي فرقه في الدوري العام كله عارفيننا وحافظيننا، فيقدروا زي اسيوطي يقدر يعمل لك يمسكوا حد يضايقوا عبد الله السعيد، الاطراف عندنا سريعه، انما هم ما يعرفوش عنك حاجه، انت اللي بعت وعرفت عنهم كل حاجه، انت اللي اتفضلت دلوقتي وقلت ان هم التاسع في الدوري عندهم 5 نقاط، دي دوافع نفسيه كبيره قوي تخليك تسيطر وتطلع امكانياتك. فان شاء الله احنا كل اللي بنتمناه البدايه تبقى قويه جدا، تريحك وتريح اللعيبه اللي موجوده، تدي امكانياتها، وزي ما احنا ماشيين في الاسلوب البرشلوني الجميل اللي هو انا بسلم واستلم واشوف التحركات اللي بتيجي عكسيه، وعندك العبقري النهارده اللي انت اتفضلت وقلت عليه عبد الله السعيد اللي بيشوف النمله اللي بتخش جوه منطقه الجزاء بيروح على طول مسقط لها الكوره وبيعمل فولوينج وبيشوط. عندك حاجات كتير قوي طبعا انا لو اتكلمت انا وانت واحمد عليها هنلاقي كتير جدا ان احنا نمتع نفسنا النهارده قبل المباراه. عايزين الصوره تكمل ان شاء الله بالتركيز وبالمجهود الكبير، ده غير اللياقه البدنيه طبعا اللي هي عندك فيها حاله تصاعديه بتديك السيطره دايما في كل مباراه. اكيد. كابتن كشري، اروح لك بالحديث عن كيفن مدرب هذا الفريق اللي قال انا اول ربع ساعه، مش عارف تصريح ممكن يكون حقيقه ممكن مش يعني، ممكن يكون بيقول كده بس يعني للدعايه، ان انا هبدا اهاجم النادي الاهلي في اول ربع ساعه لغايه لما اشوف الاوضاع ايه. تفتكر هو ممكن يلعب المباراه ازاي او يبداها ازاي؟ لا طبعا، اكون صريح معاك، مفيش مدرب هيقول هيعمل ايه في قناه تلفزيونيه لفريق بيلعبه على ملعبه. شفت انا بالعكس، احنا بنيجي في الدوري الممتاز لما بتيجي التشكيل بنروح ملخبطين اللعيبه عشان ما يعرفوش احنا حاطينه في اي بوزيشن. بصراحه لا ما اعتقدش. لا هو طبعا امير شاربه شايب الياسمين وامير كان ناقصه يكلمه كمان شويه ويخلص عليه الماتش يعني، خليه يقعد يعني. لكن لا، هو وارد ان هو يقول لهم اول ربع ساعه عايزين يبقى في حماس، لكن ما اعتقدش ان هو في البدايه وعارف ان هو بيلعب النادي الاهلي هيبدا يضغط من قدام. لا، اعتقد ان هو هيبدا يقف فرقته في نص الملعب عشان يشوف قوه النادي الاهلي. فرقته مش هازف، لان لو هو عايز يهاجم النادي الاهلي فهو اول ربع ساعه، ما النادي الاهلي هيعمل ايه؟ مش عارف يعني. لو فريقه هنا هو اللي جاي يهاجم من اول ربع ساعه وعنده الدافع، انت النادي الاهلي في ملعبك وبقوتك وبامكانياتك، فاعتقد ان هو ممكن يكون بيقول كلام يعني وفي دماغه حاجه او اي لعيبته حاجه ثانيه، بدليل ان هو لما سالوه عن النادي الاهلي مين اميز اللعيبه في النادي الاهلي؟ مش عارف. قال لك لعيبه الاهلي كلهم انا ما فيش حد معين وبتاع، لا يمكن تكون جاي تلعب النادي الاهلي من غير ما تشوف شرايط للنادي الاهلي، تعرف النادي الاهلي قوته فين. النادي الاهلي معروف افريقيا وعالميا. بالظبط، فده احنا ما بنيجي نلعب في الدوري المصري بنشوف بنتفرج على بعضينا. بالظبط، فبالك انت جاي بطوله قاريه وجاي النادي كبير. ده هو في تصريحاته كابتن كشري قال انا جاي لاعب نادي يعني من اعظم الانديه في العالم ومن اكبر الانديه في العالم حصل على بطولات. بالظبط، فاكيد هو متفرج على النادي الاهلي، ولكن هو راجل متحفظ او مع فريقه بيقول كلامه وللاعلام كلام تاني. كل ده كلام يعني ممكن يكون هو مش عايز يقول ايه اهداف. كل ده هيبان في بدايه المباراه في اول ربع ساعه اللي هو بيتكلم عليها. لكن انا في جزئيه هنا، احنا يمكن اتكلمنا على التشكيل. انا شايف ان وليد ازارو، يمكن احنا قلنا 4-4-2 هيبقى مروان ووليد ازارو، لكن
ده على الورق، لكن اللي هيحصل في المباراه ان وليد ازارو هيتحرر، هو واجايه هيشتغلوا من على جناب، وفي نفس الوقت بيكمل وليد ازارو لجوه اللي هو بينزل، ممكن ينزل تحت شويه او يتحرك عجل.